السلام عليكم نمنات، واش راكم لاباس؟ السلام عليكم البنات، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا جاتني الحاله، خلاص تاع حاله تاع بداو يبانوا كيما يقولوا بداو يبانوا العيوب ديالي. ما قدرتش نشد، خلاص صاي راجلي ما في غير هو اللي يقضي. كيما كنت طوموبيل اللي جاري مدوده ما عندناش نخرجوا بها، باسكو الترونسبور يرفدوا من الدار تاع الخدمه، وانا مانيش نخرج. صافي شهر قريب شهر هكاك ما خرجش، يا ربي نخرج غير السوبيرات اللي قدام داري. اليوم قلت لهم ما نفهم فيها والو، انا نحبط نروح السوبيرات اللي ما نفهم نشري منها الحميت وكذا منا، ونقضوا شويه نوجدوا رمضان. قلت له اليوم يعني يسموني، اليوم يسموني نخرج، هذا ما كان. انا ما فهم والو اليوم، ما فهم فيها والو راجلي. كيما قلت لكم خياتي، خلاص صاي شهر، قلت له صاي شهر بزاف بزاف عليا بزاف، الكورونا كثرت على ما وصاوها. قلت له اليوم يسموني لازم نخرج، وانا اللي روح نقضي وانا كلش. فينالمون صدقوني ما فخرش في هذا الوسمو، بصح خرج غير السوبيرات اللي قدام داري جوست مي، ما حبتش هكذا شويه بعد السوبيرات الكبار ولا. صدقوني على بالكم عرفت باللي صح هذا صح، صح هذا صح، هذا صح وباء صح كبير على بالكم. صدقوني الناس برا ما كاش لعيبات هكذا يتحسبوا باللي يدينا قدام السوبيرات تلقاوهم بلاشان، سوبيرات ما بين واحد وواحد تكون متر وكذا لاشان دنيا. يا ودي ما نكذبش عليكم اليوم صح، عرفت بلي صح رانا في الدونجي. المهم هذه جيت لهاد السوبيرات، رحت زوج ولا ثلاثه سوبيرات باسكو ما لقيتش واش راني مسحقه في سوبيره وحده، سوبيرات وحده هنايا وين نشري الفارينه ديالي. كيما قلت لكم هذه الفارينه تاع الحلال نشريها من هنايا. شريت ورحت لهاد السوبيرات الاولى، شريت هكذا كيلكو تخيك هكذا غير تاع كيما نقولوا شو يقولوا لها ريفي طايمه. شريت العدس الاحمر، شريت الروز، شريت البرغل، شريت شامبو الدراري صغار، شريت صابون للماشينه ديتيرجون تاع الماشينه تاع الماعن، شريت تاع الحوايج، شريت شامبو، شريت هذوما الساشيه تاع اللي باش ندير في الكون باش نكوجدي باش نبداو نوجدوا رمضان بيان سور. شريت هكذا من شويه عفايس، بصح شنو من هاد السوبيرات هادي ما نشريش انا اللحم. اللحم يا نشريه من المارشي كيما يقولوا مال كاسا من عند البوشي، ولا نروح نشري من عند واحد السوبيرات دوك نديكم ليها، دوك نروح ليها. كيما كنت هنا نحوس على الخميره تاع العجين، ما كاش الخميره تاع العجين غير نستاو تلقاوها من نزيه عندي هذيك شويه جابتها لي عجوزتي، راني نستعملها هكذا بالمغيرفه. من تاني شريت هكذا غير شويه عفايس تاع تاع باش يقولوا لهم الكاكاو وكداو منا، وشويه شي شويه جوس شويه كم معاكم تعرفوا القضيه تاع الدار، تاع الدار سورتو يكونوا فيها الدراري يحبوا حوايج تاع الكاطو وكذا. شريت المقارون، شريت منا وشنو في السوبيرات ما قدرتش نامن الناس كيفاش هاربين بعضهم، فين بعت غير راجلين الناس تعرفوني يشوفوا زعما واحد تلقى ما يجبدوا روحهم من بعضهم، ما يحبوا زعما جو يدنا بعضهم. الناس كيفاش ولاو هاربين بعضهم، كيفاش من بعضهم، كيفاش ولاو خايفين. قلت اسو بوا هذا كوشمار هذايا. من خرجنا من هاد السوبيرات عاود رحت للسوبيرات اللي نشري منها الدجاج وكذا والفيون داشي. صدقوني هاد السوبيرات ما فاتغلق على السبعه، اليوم حنا غير دخلنا دخلنا على 6 غير 10، وهما داروا لانونس قال لك لا على 6 بي يغلقوا، ما كناش على بالنا حنايا. صافي الماشينه تاع الفيون داشي حبسوها، اللحم ما كاش غلقوا لي فيكم خلاص حيغلقوا. لقيت غير الدجاج هذا ما كان، الجهه تاع اللحم كامل فارغه تصفر، ما عندي ما نقول لكم. ولينا كيما يقول لك المغاربه جري عليا ونجري عليك ولا الناس هذه واسي فيها هذا. قلت شنو هذه؟ قلت هذه نهاية العالم ولا وشنو؟ قلت الراجل واخا ما نسيتش نخرج ما نكذبش عليك. قلت له ما نقدرش نخرج على بالكم كي دخلت لداري، صحيح راني كنت في فيم وعرفت دخلت لداري راني في جنة داخل الدار، برا راه فيم فيم رعب. هذه دابا شرينا، شريت هكذا شوية ديو شوية ديك ما يقولوا السجوك ولا ما كاش واش حبينا، ما كاش اللحم. شريت ثاني هذا باش نديرها شهاش لي كيك هذاك ولا نديرو فوق البريوش ولا. والهربات سلك للدار ديغاك ما نكذبش عليكم، الحاله ما راهيش تشكر كيما يقول لك اطلاقا، ماهيش مليحه خلاص. الناس كتشوف كيفاش راه الناس تلفت لهم كي قاعده مع السته خلاص 10 دقائق قعدوا. صدقوني وانا زدت خليت ولادي في الدار عبد ما كيخرج شفت هذه الحاله، ما قدرتش نشري ما قدرتش نشري الخضره. راجل يقول واش ندو الخضره، وانا نقول خلاص نروح نروح نروح، ما قدرتش خلاص بيتك نترعد وحدي نروح للدار.
صدقوني الخضر ده نجي حنا فداه خلاص عقلي تشوكيت نكذبش عليكم جيتي فريمون شوكين حالك كيفاش راهي صح ما تشكرش وبرا تشوفوا هذوك لي كاسيير هذوك لي فلاكاس البنات هذوك فاش لابسين واحد لي ماسك تقول رايحين يسوقوا الموطو الحاله كيفاش مواسيه الناس كيفاش هذوك يلبسوا في هذاك واش يقولوا له ديزانفيكتون هذاك كيفاش يلبسوا ديال دفا فابوريزي هكذا يلبسوا في الدنيا انا نكذبش عليكم انا خلاص امنت باللي صح صاير كاين هذا الوباء هذا يا اليوم امنت اكثر عندي واحد 20 يوم ما خرجتش اليوم ما نكذبش عليكم شوكيت برا لا بوليس الدنيا كل دقيقه حنا حبسونا دو فوا من داري لهاد السفيرات بالطوموبيل يا ربي 10 دقائق ما كيحقش في 10 دقائق حبسونا دو فوا قلت له لا لا محمد رسول الله باسكو علاش زادوا شافوا لنا زوج من الاول كنت ركبه من قدام ومن بعد في الروتور ركبت من اللور باسكو انت وليت تركب قدام بعضكم مالغي راجلي في الدار انا كيف ديجا لا انت غادي لازم هكذا المسافه يقول لك تخلو هذا واش شريت كما راكم تشوفوا البنات شريت هذه اليوفك هذا الديول من هذاك البيك ماسك هذا تاع الدجاج شريت شويه بودينغ الخميره تاع الحلوه برك تاع لاليفيغ برك باسكو الخميره تاع الخبز ما كانش شريت الدراري شويه شوينكم شويه زريعه كم تعرفوا السقايط هذوك شريت لهم شويه شوكولا هكذا شويه دوزان تاع الحلوه وبيان سور هذوك تاع العدس واللوبيا واللوبيا ما شريتش استغفر الله يا ربي هذوك ما شريت هذا الصابون تاني عجبني هذا اللي اسمه شباب شريت شامبو مقارون كذا وما قديتش مام بام ديك واللحم ما لقيناش صافي اللحم حتى الغدا باش راجلي يروح يشري شريت هذاك البرغل انجي برغل هذاك باش ندير به واحد لاصالاد اللي انا يديروها هذا ما كان تعرفوا تاع اخطف برك وهرب تاع اخطف وهرب ما كان زعما بدا نمشي بعقلي ونشوف السوبيرات ولا والو خلاص هذيك الحمامه طارت هذا واش شريت شريت ثاني شويه برك هذا شويه فاكهه راجلي برك خطفها كما كنت شرينا غير الدجاج وما ما قدرناش نشرو اسمه اللحم ما كاش باش ندخلوا للمارشي ما نقدرش ندخلوا بين زوج صافي قلت لهم بعد شري وحدك غدوة هو يشري هو يقضي وحده هذا شريت لقيت هذا في السوبر هذيك الاولى رحت لها لقيت هذا تاع اسمه تاع الماعن لقيتو سولد اللي زدت شريت وانا فقط راني غير كيما شريت وحده تاع 30 فيها كي لقيتو اليوم سولد قلت لها غنزيد ندي وحده هذه كما راكم تشوفوا شريت روز حميصه ما كانتش عندي الحميصه كيما شفت كنت الشخشوخه ما درت لهاش هذه هي شويه فاكهه هذا ما كان المهم البنات راكم تشوفوا خلاص صاي رانا صح رانا في الحجر حبيت نبارطاجي معكم اليوم واحد الوصفه تاع واحد الكاطو كما يقولوا كاطو ساك كما حنا نقولوا زعما حلت الطابع تاعنا كيفاش عزيز علينا هما تاني اترك عندهم هذا الكاطو يدير باسكو علاش كيديروا زعما نقولوا ديروه اليوم تخبوه على سمانه تاكلوه عادي يبقى هايل ما يولي زعما يتعجن ولا يولي يقدر يتلوى ولا والو يبقى هكذاك يعجبني بزاف درتو هاد المره درتو لولادي اون بلوس دي سا يندار غير بالزيت لا زبده لا مارغرين وهو قد ما يقعد قد ما يزيد يولي خير يولي بنين انا هذا فاش يعجبني صافي كي ديروه للعيد ولا تقدروا توجدوه تقدروا توجدوه حتى سمانه من قبل ولا للعيد ديروا له هاد الشوكولا ولا نواط كوكو ولا ديروا بيستاش ولا زينوه كيما تحبوا هذه هي كيما راكم تشوفوا يجي شباب انا درتهم متوسطين انتما تقدروا تحبيتو تصغروهم شويه صغرهم بصح هذا هو الوسم تاعهم خارجه نجوزو نوجدوهم ونقول لكم المقادير واش درت فيهم كما راكم تشوفوا خياتي الحاجه الاولى اللي نبداو بها البيض لازم تخرجوه من قبل اما ساعه درت انا 3 حبات بيض هنايا هنا تجيني سنين وهكذاك درت 3 حبات بيض المقادير تاع هذا الوصفه دوك نخليهم لكم كامل بالضبط على الفارن وعلى كلش نخليه لكم في صندوق الوصف تشوفوهم ودرت ثاني هنايا ساك كاس تاع الماء عمرته بسكر غلاس كاس تاع 200 مللتر سكر غلاس هكذا نبدا ندرب البيض مع سكر غلاس بالباتور ومام تو نبدا نزيد في الزيت نزيد الزيت غير بشويه زيت درت كاس تاع 200 مللتر بصح شنو ما عمرتوش كاس غير ربع كيما راكم تشوفوا فيه كاس غير ربع زيت ونبقى نخلط بالباتور كيما شفتوا خياتي دوك زدت البسمه الفانيليا زدت لافاني كما شفتوا ما فيهاش جوغ مقادير هكذا بزاف ما هاد الحلوه بزاف بسيطه صافي اللي يحبوا الحلوه تكون بسيطه ما تكونش عندك في الدار والو واش حديري تقدري ديريها ماشي لازم تستعملي فيها البيستاش ولا تقدري ديريها غير توسيها غير في الشوكولا هكذا يا تجي ثاني مليحه تخليها هكذاك وحدها هكذا بعد ما زدت لافاني نبدا نزيد في الفارينه وشنو هاد العجينه ما لازمش دوكا ما تستعملش الباتور دوك تولوا بيدكم هاد العجينه ما لازمش تيبسوها
وكي تزيدو الفرن بيان سور تزيدو معاها وحده خميره لا ديفير تاع الحلوه وحده برك وتلموها. وشنو ما لازمش تعجنوها وما لازمش تكون يابسه، لازم تكون طريه هاد العجينه. دوك سيو هكذا غير تلمو برك الفرينه مع داك الميلونج. كيما راكم تشوفوا خياتي قلت لكم تلموها برك كيما تشوفوا هكذايا، ما تكونش عجينه يابسه وما تكونش شاده روحها مليح، تكون طريه شويه. هذه هي هكذا ندير هكذا ندير دي بول، يكون قد حبه تاع الجوز ولا حبه صغيره تاع مندرين ما ندير شويه كبيره. وشنو هذا الكاطو هذايا يخرج لي كيما انا هذا الوسمه خرجت لي دارت لي زوج سنوات باسكو ديجا ما اصلا يجوا شويه كبار. تواسوهم هكذايا ومن بعد تبداو تفتحوا فيهم. شنو لازم تكونوا شويه رابيد باش ما ينشفولكمش هكذايا في الوسمه كي تكونوا وجدتوهم، راهم يجوا طريين يبداو ديجا لافون تاعهم ما يشدوش لافون تاع مدورين هكذا جوغ يبداو يحبطوا هكذايا كيما راكم شفتوا. دا نفتحهم تمتم في البلون دو ترافاي تاعي، نربطهم هكذا شويه من فوق ونحط في السنيوه. كيما اجت بنتي لهنايا قلت لها روحي، نادت واحد السته ولا سبعه مازالت في وحده غير تدور 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 فيها. قلت لكم هكذايا وشنو هذا فيها واحد عندها واحد لاصوص تاع هذا الكاطو هذايا كي تكونوا كي تجوا حطيبوه تغندوك. انا شعلت الفرن 150 دوغري 150 درجه ماشي 180، 150 باش يبقى لكم بيض باش ما يتحرق ما يصفر ما والو يبقى بيض. 150 درجه نحطه في الفكوشه نحط الكاطو يقعد 10 دقائق يطيب، نقص ندير 130 دوغري نزيد نحبط. كي نحبط 130 دوغري نخليه واحد 8 دقائق ما يلحقليش المهم 20 دقيقه كلش 18 دقيقه. 10 دقائق 150 دوغري 8 دقائق الاخرين 130 دوغري باش يبقى لكم بيض. هكذا كيما راك تشوفي هكذا انا جبت تمتم كون ذوبت الشوكولا نورمال شوكولا ديالي ذوبتها برك في بان ماري ما نزيد لها والو. نغطس الكاطو تاعي في الشوكولا من بعد نغطسو، كان تحبو تغطسوهم في البيستاش غرستهم غطستهم في البيستاش مرحي، تحبو تغطسوهم في النواة كوكو تاني يجو شابين. المهم بنا ما عندي ما نحكيلكم ديروها تحطوهم في باطاليس تغلق مليح وتخلوهم يقعدو لكم حتى لسمانة هكداك. أنا يقعدو ديك سمانة يقعدو هكداك يتقرمشو شادين روحهم. هذه هي البنات هذه كانت هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، نتمنى تعجبكم نتمنى تسيوها سورتو للعيد باش توجدوها على البكري ولا رمضان تاني تليق تاني للسحور. نحب هاد لي كاطو ساك ولا حفصه تاع بريوش ولا للسحور هذا واش ناكل نديرهم بزاف ما نكذبش عليكم. عندي هادو مخر من الماكله هكذا يديروهم وان شاء الله واش نقولوا ربي اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي والله يرفد علينا هاد البلا ان شاء الله. كما شفتوا قلت لكم هذا هذايا الكاطو انا خرج لي دار لي زوج سنوات شوفوا بورتون درت غير كيله وحده. تقدروا انتما كي تكونوا حضروا العيد ولا باسكو حنا في الجزائر نحبوا نكثروا الكاطو بالبزاف نهار العيد تقدروا ديروا زوج كيلات تاني يجيكم هايل. كيما قلت لكم خياتي الحلو اللي تحب تزيد السكر تقدر تزيد السكر، كيما انا ما نحبوش الحلو بزاف انا ناكل الحلو بالعربيه ما كان حنا الجزائريين كامل نحبوا الحلو، مي راجلي ما يحبش ولادي خرجوا ليه ما يحبوش حاجه حلوه بزاف. كيما راكم تشوفوا البنات هاي جاتني الكاطو تاعي يجي بزاف هايل يجي بزاف الشباب كيما يقول لك الوسمو تاعو تحطوه ما تحشموش به ولا ماكري ما فيه والو وشنو يجي كاطو شباب بزاف. هذه هي كانت هذه الوصفه تاعي تاع اليوم الخرجه تاعي تاع اليوم وخلاص توبه 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 ما نزيدش نخرج صايي تهلاو في راكم حبيباتي وفي امان الله.